السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي الكرام متتبعين وصبر قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة توصيل الإنارة المزدوجة. إذن هذه الحلقة الثالثة أو الفيديو رقم 3 من دورة تعليم الكهرباء المعمارية. إذن بدون إطالة نشوف الأدوات اللي نحتاجهم باش نقدروا نرياليزيو هذا الشيما أو هذا المخطط. إذن بدون إطالة أول شيء نحتاجه إلى قطعة المزدوجة أو دوبلا ليماج أو لانتريبتور دوبلا ليماج كما راكم تلاحظوا. إذن هذا لانتريبتور لشركة بي ام اس، إذن لقام جديدة تاع بي ام اس هذه. إذن تلقاو يتبدلوا هاد لي باغيت، يعني تقدروا ديروا في البلو ولا في النوار. اذا نحتاج الى ايضا هاد علبه لتحميل هاد القطعه وعلبه تفرع. نحتاج الى ايضا مصباحين كما راكم تلاحظوا، نحتاج الى حامل مصباح يعني اثنين ايضا. اذا بعدما راينا الادوات اللي نحتاجهم لتنفيذ هذه الدارات المزدوجه او دارات دوبلا ليماج، اذا الان ساستعرض معكم هذه الداره الكهربائيه او المحكاه للداره الكهربائيه. اذا عندنا في الجهه اليمنى مخطط معماري، يعني تاتينا هذه الداره في مخطط المعماري بهذا الشكل. اذا عندنا الانتريبتور او قطعه المزدوجه هنا كما راكم تلاحظوا، هذا هو الرمز الخاص به. عندنا دو لومب او مصباحين لهنا، واحده لهنا واحده لهنا. اذا هنا في الجهه اليسرى عندنا مخطط الكهرباء كما راكم تلاحظوا، عندنا الاف ان هو يمثل الديجونكتور او قاطع كهربائي، عندنا لا لومب ان او مصباح رقم واحد اللي هو ال واحد، عندنا مصباح رقم اثنين اللي هو ال اثنين، عندنا الاس واحد والاس اثنين يمثلان هذه القاطعه المزدوجه. اذا الان مثلا اذا حبينا نشعلوا يعني نشوفوا المحكات لهذه الداره، نشوفوا يعني لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاعو او مبدا عمل هذه الداره. اذا كما راكم تلاحظوا الان غلقنا الديجونكتور كان مفتوح، الان غلقنا هذه الداره كما راكم تلاحظوا، هذا السلك بدل اللون تاعو في هذا المخطط ولا باللون الاحمر. الان يعني يقول لك راه الكهرباء في هذا المكان. الان نضغطوا على الانتريبتور رقم واحد مثلا، او كما راكم تلاحظون نلاحظ اشتعال مصباح رقم واحد، ثم بعد ذلك نضغطوا على رقم اثنين كما راكم تلاحظون شعل ايضا مصباح رقم اثنين مثلا، نطفيهم ولا نشعلهم في زوج كما احبي. اذا كما راكم تلاحظوا، اذا طريقه التوصيل سهله بزاف بزاف. اذا اول شيء خرجنا بالفاز والنتر من خلال لوحه توزيع المفاتيح كما راكم تلاحظوا، جيت بالنتر من هذا المكان وجيت في الديجونكتور، جيت بالطور من هذا الديجونكتور الاولاني، اذا كما راكم تلاحظوا باللون الاحمر كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا بعثت ثلاثه اسلاك كما راكم تلاحظوا الى علبه وين تكون قطعه المزدوجه او يعني دوبلا ليماج كما راكم تلاحظوا. جبت ثلاثه اسلاك ايضا، واحد باللون الاحمر والاخر باللون الاسود، هذا من المارون. اذا المصباح رقم واحد كاين سلكين كما راكم تلاحظوا، واحد باللون الازرق والاخر المارون، والمصباح رقم اثنين واحد باللون الاسود والاخر باللون الازرق. اذا طريقه التوصيل، اول شيء نبداو في توصيل قطعه المزدوجه. اذا كما راكم تشوفوا لهنا عندنا رقم 4، هذه هي النقطه المشتركه في هذه القطعه او في هذا الانتريبتور، ثم بعد ذلك عندنا المصباح رقم 1 يجي من نقطه رقم 1 ومصباح رقم 2 يروح من نقطه رقم 3. اذا طريقه التوصيل، اول شيء نروح باللون الاحمر، هذا السلك باللون الاحمر يروح الى النقطه المشتركه بهذا الشكل. اذا كما راكم تلاحظوا جبت هذا باللون الاحمر، هذا السلك باللون الاحمر رحت الى النقطه المشتركه، ثم بعد ذلك هذا السلكين واحد يروح الى واحد والاخر الى ثلاثه. اذا كما راكم تلاحظوا هذا المارون يروح الى هذه النقطه رقم واحد، وهذا باللون الاسود يروح الى النقطه الثانيه او نقطه رقم ثلاثه كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا كما راكم تشوفوا لهنا، اذا لتثبيت هذه القطعه لازم نحيو هذا البلاستيك او هذا الغطاء تاع هذا ليفيس، ثم بعد ذلك نحيو هذا المسامير بهذا الشكل. اذا الان ثبتوا هذا المسامير، او لازم نتاكدوا
حكتهم مليح. الان نرجعوا هذا الغطاء الخارجي بهذا الشكل. اذا الان نبلاصيو هاد المصابيح في مكانهم. اذا الان ثبتنا يعني المصابيح الخاصه بنا. الان نشوفوا طريقه التوصيل. اذا اول شيء نبداو بلفاص. اذا كما راكم تشوفوا جات لفاص او طور من هذه لوحه توزيع المفاتيح اذا باللون الاحمر. وايضا اذا نربطهم مع يعني السلك اللي جانا من هذا الانتربتور او من هذا قطعه المزدوجه مع بعض. اذا نربطهم مع بعض باستعمال هذا المثبت كما راكم تلاحظوا. اذا كما راكم تشوفوا يعني اللفاز جاتنا من لوحه توزيع المفاتيح راحت الى هذا الانتربتور. الان نجمعوا كاع لي الناتر او نشنتيهم كاع مع بعض. اذا جانا الناتر باللون الازرق من المصباح رقم 1، الناتر من المصباح رقم 2، ونربطوهم مع الناتر اللي جانا من لوحه توزيع المفاتيح باللون الازرق ايضا كما راكم تلاحظوا. اذا هاد الاسلاك باللون الازرق كامل يمشيو يعني كيف كيف مع بعض. اذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره اذا جمعتهم كاع في رحبه كما راكم تشوفوا في هذه الصوره. اذا النتر اللي جانا في الطابلو مع النتر تاع المصباح رقم 1 والنتر المصباح رقم 2. اذا بقينا السلكين اللي خرجوا من هذا الانتربتور، واحد باللون الاسود وهذا باللون المارون كما راكم تلاحظوا. اذا اول شيء هذا باللون يعني هذا السلك المارون يروح الى المصباح رقم 1 كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا يروح الى مصباح رقم 1 بهذا الشكل. اذا كما راكم تشوفوا هذا السلك الاول راح الى المصباح رقم 1. ثم بعد ذلك بقينا هذا باللون الاسود او لونوار جانا ايضا من هذا الانتربتور او من هذا قطعه المزدوجه. اذا كما راكم تشوفوا ايضا راني وصلت هذا السلكين باللون الاسود. اذا واحد جا من هذا المصباح والاخر جانا من هذا الانتربتور. اذا الان خلصنا من طريقه التوصيل. الان نشوفوا الضرر تاعنا هل تمشي ولا ما تمشيش. اذا اول شيء نشعلوا هذا الديجونكتور كما راكم تلاحظوا. اذا نضغطوا على الانتربتور رقم 1 كما راكم تلاحظوا. اذا نضغطوا على الثانيه كما راكم تشوفوا راهي يمشيو نورمال كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى انني وفقت في شرح. اذا لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحلقه القادمه ان شاء الله.